من منتجات الذرة الملوخية الناعمة والخشنة. اليوم رح استخدم الملوخية الخشنة لتحضير موزات الخروف مع الملوخية. خليكم معي. ملوخية، رح أبدأ بإضافة زيت الزيتون، ورح نبدأ بتشميع موزات الخروف على النار. رح أضيف الملح ورشي من الفلفل الأسود ونتركهم يتحمروا من كل الجهات. رح استخدم البهارات الخشنة، ومن بعدها رح أضيف المي ونتركهم يغلوا على النار. رح استخدم ملوخية الذرة المميزة، وفي عنا نوعين، الخشنة أو الناعمة. رح أبدأ بإضافة زيت الزيتون مع الثوم المقطع. رح أضيف كمية كبيرة من الكزبرة الخضراء، وأيضا رح استخدم الكزبرة اليابسي. رشي من الملح، ورح نحرك المكونات على النار. من بعدها رح أبدأ بإضافة الملوخية بعد غسلها بشكل جيد. رح أضيف حبة كاملة من البندورة، وكمان رح أضيف حبة من الليمون. بعد الغلي رح تكون جاهزة للتقديم. رح نقدمها مع الرز الأبيض مع الشعيرية واللحمة. صحتين وعافية.